يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الترحم على القساوسة والبابوات النصارى الميتين بحجة أنهم دافعوا عن الإنسانية، هل ذلك جائز؟ قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قريبك المشرك أو الكافر لا يجوز لك أن تستغفر له، كيف تستغفر لغيره من الكفار والمشركين؟ نعم.